أما إخواني بالنسبة للفكرة الثانية، الفكرة الثانية غادي تكون أسهل وأجمل وأحسن من الفكرة الأولى. يعني الفكرة الثانية غادي تمكن من أنك تخدم فيها بدون رأس مال، يعني ما عندك حتى شي رأس مال، يعني بحال الفكرة الأولى اللي الفكرة الأولى بدون رأس مال. غير هذه الفكرة هذه كتكون أسهل من الفكرة الأولى. يعني الفكرة الثانية يعني كتشوف إخواني أن العديد من السيارات والحافلات وسيارات الأجرة كتكون ملصقة واحد الإشهار في الطوموبيل، يعني من الجناب ولا من جهة المراية في الزاج لور ولا من الجناب يعني في البيبان، وفيهم إشهارات ديال أش، فيهم إشهارات ديال منتوجات وشركات معروفة ومشهورة، يعني كتعرض المنتوجات ديالها وكتعرض مثلا الاسم ديالها في هذيك الشركة، سواء كانت شركة يلا تحلت أو لا شركات جداد أقدام ومشهورين. إذا إخواني أصحاب هذه السيارات يعني أشنو كيديروا، أشنو كيدير لك الإشهار في الطوموبيلات ديالهم؟ إذا إخواني أن وقت ما شفتوا شي طوموبيل دايرة إشهار أو لا شي طاكسي دايرة إشهار أو لا شي كار أو لا شي طوبيس أو لا شي حاجة دايرة إشهار في الجوانب ديالها، عرفوا بأن هذيك السيارة أنها كتكري الواجهات ديال السيارة ديالها لهاد الشركات باش يديروا فيهم ملصقات الإشهارات، وهذا الشيء كل شيء كيوصل الأرباح ديال هاد الملصقات إخواني إلى 9000 درهم شهريا. وغادي تقول لي كيفاش وبأي طريقة، إذا غنشرح لكم هاد الطريقة هذه اللي كتوصل يعني انها كتوصل ب 9000 درهم. يعني هاد 9000 درهم منين كتجي؟ مقسمه على 30 يوم، يعني كل نهار كتاخذ 300 درهم، وهاد 300 درهم كتقسمها على ثلاثه، يعني كتقسمها على ثلاثه، يعني هاد 300 درهم فيها 100 درهم كيعطيوها لك ديال المازوت، و100 درهم ديال السياره، و100 درهم ديال السائق، هي 300 درهم في النهار، يعني 30 يوم، 300 درهم في 30 يوم كتعطيك 9000 درهم. والخدمه اللي غادي دير باش تشد هاد 9000 درهم هي انك كتمشي عندهم للاداره وكت يعني كتجلس معاهم في كتجلس معاهم في الطابله وكدير معاهم الثمن حسب الواجهه اللي اتفقتوا معاهم، يعني من بعد وكيلصقوا لك الاشهار وكدير معاهم كونترا ديال عام، يعني عام ديال هذاك الملصق، والا بغيتي تجدد معاهم الكونترا كتجددها معاهم. والخدمه يعني كتبدا من 8 الصباح حتى 12 ديال النهار، ومن الجوج ديال النهار حتى 6 العشيه، يعني انك كتخدم بحالك بحال الموظفين، وكتدور في الشارع ديال المدينه ديالك، وكل شهر كيصيفطوا لك هذا الخلصه هذه في الحساب ديالك. وهذه الفكره الثانيه يعني مناسبه لك الى ما قادرش لا تصدر راسك بالسلعه ولا تصدر راسك بالكوموند ولا تاخذ لي كوموند عند الناس، ولا كتبقى تقلب الدور عند الناس وكتفرق لهم السلعه. اذا هذه القضيه هذه يعني ان السياره ديالك غير كتحط كتديها وكيلصقوا لك فيها الاشارات مباشره، انت كتخدم من 8 الصباح حتى 6 العشيه، يعني من 8 12 من 2 ل 6 وكتمشي لدارك بخير وعلى خير. الغد اللي ثاني كتفيق مع 8 كتمشي دير 100 درهم ديال المازوت وكتبقى الدور في المدينه ديالك، وكت يعني القضيه ساهله ماهله، يعني ما عندك حتى شي هز ولا حط مع شي شركه ولا مع شي سلعه ولا حتى شي حاجه. يعني الفكره الثانيه اسهل وانجح وعندها مردود ديال انك كتاخذ واحد الخلصه ثابته، يعني عندك 9000 درهم كتلقاها في الحساب ديالك البنكي، يعني ما عليك غير تمشي للشركه اي شركه كما كانت الاشهاريه، يعني كدير الاشهار ودي معها وتنيكوسي معها وتجلس معها، يعني على حسب السياره ديالك وعلى حسب قداش هي السياره ديالك والواجهات اللي بغيتي تكري لهم لهذا الشركات، وقدر تدوز معها غير عام والعام الاخر شوف شركه اخرى، ولا دير معها 6 شهور و 6 شهور اخرى ديرها مع شركه اخرى، ولصق الاشارات في الطوموبيل ديالك وخدم مع هاد الشركات هادو. وهاد الافكار هادو كنتمنى انهم يعجبوكم، وديروا لي واحد لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو درتو وباي فكره، ومرحبا بكم في قناه افكار بسيطه ومربحه. السلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.